ارتفاع طبعا عارفين النهارده حصل ايه في روسيا، هنتكلم عنها بعد شويه. ارتفاع اسعار القمح عالميا بعد انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب، ولكن احنا ما عندناش ازمه ان شاء الله زي اللي حصل السنه اللي فاتت او اللي قبلها. لا ما عندناش مشكله. ليه ما عندناش مشكله؟ ما عندناش مشكله اقصد في القمح. ليه حضرتك ما عندناش مشكله قمح؟ عندنا زراعات قمح جديده في دلتا، مستقبل مصر في توشكا، في المناطق الزراعية الجديدة. فدخل عندنا السنة دي 1,000,000 فدان مثلا جداد. فتاني وبالتالي ما عندناش أزمة قمح كما حدث من قبل. يعني مش هيبقى عندك يقول لك الحق أسعار القمح زادت فإحنا في مصر نقلق. إحنا في مصر ما نبقاش قلقانين بفضل الله، عشان اللي الدولة اشتغلت عليه، تاني بقول اشتغلت عليه، والرئيس كان حريص على مشروع الصوامع. الصوامع النهارده بتاخد كام مليون طن قمح بدل ما كانوا الاول بيبقوا 1.5، النهارده بتتكلم على 3.5 وتوصل ل 5 مليون طن، وبالتالي ما عندكش ازمه. وعندنا احتياطي، تاني عندنا احتياطي، ولسه موسم توريد القمح شغال لحد النهارده، لحد النهارده وانا بكلم حضرتك. فاذا شغالين لحد بدايه شهر 8 القادم باذن الله تعالى، نستلم من الناس والناس تقوم بتوريد القمح الى وزاره التموين او هيئه السلع التموينية، فليس لدينا مشكلة. عارفين المشكلة تبقى فين؟ في الاتحاد الأوروبي والدول اللي ما عندهاش واللي عندها أزمة قمح أصلا. والاتحاد الأوروبي النهاردة من أكتر الدول اللي عندها أزمة. تخيل تخيل. الكريملين: صفقة الحبوب توقفت اليوم وستمدد حال تنفيذ الجزء الروسي منها. بعثة روسيا الأممية: قرار الانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب نهائي. كريملين: توقف صفقة الحبوب لا علاقة له بهجوم جسر القرم. أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: قرار روسيا الانسحاب من اتفاق الحبوب ضربة للمحتاجين. والله هم المحتاجين على مدار السنين اللي فاتت، يعني هي كان القمح الروسي بيروح لهم مكان أوروبا. روسيا كانت بتقول لك احنا بنطلق القمح ملايين الأطنان، 70-80% منه بيروح للاتحاد الاوروبي والباقي بيروح للدول الفقيره. كان المفروض العكس، 70-80% يروح للفقراء والباقي يروح للاتحاد الاوروبي، ولكن اوروبا خدت النسبه الاكبر من القمح. واشنطن طبعا سفيرتهم في الامم المتحده تندد بانسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الاوكرانيه وتصفه بالعمل الوحشي. الاتحاد الاوروبي عشان هم متضررين وهو عندهم مشكلة. قرار روسيا إنهاء اتفاق تصدير الحبوب خطوة أنانية. الصين تعرب عن أملها في استمرار تنفيذ اتفاقية الحبوب بشكل شامل. غرفة صناعة الحبوب أهو، إحنا عندنا أهو غرفة بتقول لي إن النهاردة أخبار إيجابية بالنسبة لنا. ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي لـ 3.8 مليون طن حتى الآن، يعني هنوصل لـ 4 مليون طن، وإن شاء الله نتجاوز 4 مليون طن كمان بإذن الله تعالى، اللي هو من الأهالي من المزارعين توريد لهيئة السلع التموينية بشكل رسمي. والناس بالمناسبة احنا عندنا كلنا بيوتنا، كل بيوتنا، وأنا بقول على الهوا أهو مش بتكلم، كل بيوتنا مليانة قمح. أنا بكلمكم مليانة قمح، كل واحد النهاردة يعني جاب عنده السنة دي 10 أرداب ب 12 15 ورد قام منهم نصهم وخلى الباقي في البيت. انا بكلمكم، انا بكلم حتى على بيوتنا يعني، حتى اهالينا، كل انا بكلم على كل الناس. فاحنا كمان عندنا اطنان، عندنا والله بكلمكم عندنا يعني في بيوتنا مش اقل من 4-5 مليون طن، بتكلم بجد مش اقل من 4 مليون طن موجود في البيوت قمح موجود. ما هو خلي بالك، ما هو ده كمان لما يبقى عندك في بيتك، ما ده كمان بدل ما اروح اشتري عندي في البيت، فانا بخبز في بيتنا، العيش بتاعنا بنخبزه من القمح بتاعنا، يبقى ده بيوفر لحد تاني ما عندوش قمح فيشتري العيش، فيبقى ما هو ده كمان احتياطي. ما هو القمح اللي موجود في البيوت ده جزء من الاحتياطي بتاعنا احنا الشخصي في بيوتنا، غير الاحتياطي الاستراتيجي بتاع الدوله. الدوله الاحتياطي عشان رغيف العيش اللي هو بخمسه ساغ ويفضل بخمسه ساغ، ما فيش اي مشكله في هذا الامر، لكن بتكلم على الاحتياطي اللي عندنا في بيوتنا احنا كمان، عندنا والله لا يقل عن 4 مليون طن. أنا كل ما فيش حد ما عندوش قمح في بيته من اللي زرعوا قمح السنة دي، فيش حد. في ناس وردت يمكن الربع وخلى الباقي.
في ناس وردت النص عشان عايز فلوس وخلى الباقي، وفي ناس اكتر يعني، فعندنا ما شاء الله يعني. رئيس البنك الدولي النهارده طبعا في وزراء ماليه مجموعه ال20 اللي في الهند، الاقتصاد العالمي يمر بمرحله صعبه، وقال مرحله صعبه واكد عليها كتير في كلمته النهارده. ازمه الديون تهيمن على اجتماعات وزراء مال مجموعه